برج العذراء من 23 آب أغسطس إلى 22 أيلول سبتمبر. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 1 و10 و22 و29. أنت من يحدد هذا الشهر وضعك المادي إذا نظرت للأمور بعمق وذكاء وتعاملت مع الواقع بعقلانية واستفدت من الفرص المالية والعملية التي تجدها أمامك لتضعك على طريق الثروة، حيث يحصل تحسن ملحوظ في أمورك المادية في منتصف الشهر وتكون شديد الحرص على المستوى الذي وصل إليها، وستجد أن الظروف أصبحت مساعدة لك، ولكن الأشخاص الذين حولك أو شركائك يحاولون إضعاف خططك، لذلك حافظ على تصميمك ولا تتراجع ولا تدعهم يؤثرون عليك بشكل سلبي. رقم الحظ 5. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 4 و8 و16 و26. ربما يقدم لك في بداية الشهر أحد الأشخاص عرضاً للشراكة في إقامة مشروع استثماري، اقبله لأن فيه الخير لكما. وفي الأسبوع الثالث من الشهر تصل إلى الموقع المهني الذي تحلم به وتسرع الخطوات للوصول لطموحك، وفي نهاية الشهر تنجز عملاً مبدعاً ينال تقدير الجميع، وتجد بعد ذلك النجاح الباهر في كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد المهني. اليوم الأفضل الأربعاء. عاطفياً العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 من أغسطس وإلى 1 من سبتمبر، قد تكون في بداية الشهر أمام قرار صعب يتعلق بحياتك العاطفية. خذ الوقت الكافي وأجله حتى الأسبوع الثالث من الشهر وفكر كثيراً قبل اتخاذ القرار، لأنه سيحدد مسار علاقتك العاطفية. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 وإلى 12 من سبتمبر، سوف تلف حياتك العاطفية الفوضى وعدم التركيز حتى منتصف الشهر، وتعيش لحظات حب ومتعة مع الحبيب ليس لها مضمون. وفي نهاية الشهر يفاجئك الحبيب برغبته بالارتباط، فتعيش الاستقرار النفسي وتجد أن للحياة طعماً خاصاً. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 23 وإلى 22 من سبتمبر، تكون مشاعر الشوق لديك قوية في هذا الشهر وتكون لحوحاً للقاء الحبيب باستمرار. ومن جهة أخرى، فإن تصرفاتك معه ستجعله يشعر بأنك أناني وأنك لا تريد أن تراعي ظروفه ولا تحترم أولوياته. إذن لا تنسى أن تشرح له بأن إلحاحك ينبع من شوقك له وليس إزعاجاً. المتزوج، أمر ما يغير حياتك العائلية نحو الأفضل ويجعلها مستقرة وآمنة، حيث تحقق مع الشريك في بداية الشهر هدفاً مشتركاً بذلتما من أجله الكثير من التضحيات والوقت، وقد تعيش أحداثاً هامة ومميزة في منتصف الشهر يكون لها تأثيراً إيجابياً على وصول علاقتك مع الشريك إلى درجة عالية من الحب والتضحية والتفاهم. ولكن عليك الحذر من بعض الأصدقاء الذين يحاولون استغلالك في نهاية الشهر.